أهلا بكم يا محبي قناة المعرفة. سنتحدث اليوم عن معنى اسم من الأسماء الجميلة. معنى اسم منار هو اسم علم مؤنث من أصل عربي ويعني الإضاءة والنور، كما أنه ورد في معجم المعاني الجامع ويعني موضع انبعاث النور، كما أن المنار هو المكان الذي يقوم بإرشاد السفن في الظلام. ولأسم منار دلالات أخرى، منها المنار يعني العلامة التي يتم وضعها بين أرض من أجل توضيح حدودهما. حكم التسمية باسم منار في الإسلام. اسم منار من الأسماء الجميلة، فهو ذات معنى رقيق ورائع وجميل، فهو بمعنى المكان الذي ينبعث منه النور، لذا لا يوجد أي حرج من تسمية الفتيات باسم منار. صفات من تحمل اسم منار: هي إنسانة مقبلة على الحياة وتكره الروتين وتحب التغيير في حياتها. هي فتاة متواضعة وذو قلب طيب وحنونة، كما أنها تتمتع بأخلاق حسنة. هي فتاة طموحة، كما أنها تعشق التطور لكي تصل إلى المناصب العليا. هي أنثى تتمتع بحسن المظهر، كما أنها أنيقة للغاية. لا تحب الحقد ولا الحسد، بل إنها محبة للآخرين. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من تسمى باسم منار؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.